إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ثم قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم، الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة. وفي ذلك أبلغ رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن إله، فليكن هو وحده معبودنا الذي نخلص له العبادة ونحبه ونخافه ونرجوه وندعوه ونستعين به ونخضع له. فتكون تلك الآية الكريمة قد اشتملت على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هذا هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى جنته الذي لا وجاج فيه، وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم. وفي ذلك أبلغ رد على وفد نصارى نجران وعباد المسيح وتبرئة لعيسى عليه الصلاة والسلام مما نسب إليه. ردد معي أخي الكريم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.